اليوم عندنا غسيل المكيف. أول خطوة نسكر السويتش للأمان. هذا المكيف واتش بوينت طن ونص. بسم الله، نبدأ بفك المكيف. أول قطعة تفك، آخر قطعة تركب. الحين أهم شيء عندنا هذا الهوز، هوز الصرف، صرف الماء. أهم شيء هذا عندنا. بسم الله، في البنهول الحين لاحظوا الماء يصب. هذا الماء يتدفق، هذا يصب، يعني معناته نظيف. بسم الله، نبدأ بالغسيل. طبعا هنا المروحة، هذه المروحة، هذا لو صار كل تجمع في هذه المروحة. تعالوا فيها. الطريقة هذه المروحة، الحين بعد القروش. لحظة يا جماعة الخير، شوفوا شوفوا اللمعان رجع من الوكالة. شوفوا المروحة، أهم شيء المروحة، هذه المروحة، طبعا هذه المروحة. يعني هذا الحين ما يحتاج الى 4 سنوات او 3 سنوات، ما يحتاج الى غسيل. شوفوا اللمعان، وشكرا. يعني شوفوا يا جماعة الخير، مستوى الماء يعني من قوة الضغط او البريشر اقل من ربع يعني حجم السطل. وشوفوا الماء اللي فيه، يعني هذا المنفاخ. اهم شيء يا جماعة الخير ان نغسل القطع، يعني مثلا الغطاء وهذا الحوض. دائما لما بغسل الحوض، يعني هذا الدينامو حق المهفة، هذا ما نخليه يعني يجلس الماي، يعني هنخليه واقف بهالطريقة او نلف بكيس شيء ونغسل.
يعني دائما السبب الرئيسي مبهدل الناس ويخلي الماء دائما يقطر. يعني هذا شوف هذا يعني 7 و8 ملي، لو كان هذا نص انج يعني هذا نص انج، لان تتراكم الشواذ هنا في هذا الحوض، تي هنا الشواذ تتراكم فيسكر. يعني كل المشكله الرئيسيه من هذا، لو كان هذا وسيع نص انج على الاقل او 3/4. طبعا هذا فيه مكانين، هذا المكان احتياط، يعني اي مكان سواء منه او منه، اذا كان منه سكر هذه الطريقه، هذا تركبه من هناك والعكس.